بص، ده دلوقتي من كتاب كده اسمه فايف ستورز، المحادثات معاكو دي، فهو منزل كل المحادثات بتاعت الست وحدات، فاحنا هنحل شوية على المحادثة الأولى خلاص، او مش كلهم على المحادثة الأولى كمان، يعني في حاجات محادثات عامة بس هو بيدرب، فبصراحة لقيته حلو جدا فنشتغل منه المحادثات خلاص كده. بصوا بقى، حاجة حاجة كده وبالراحة. اول محادثة، انا مش عارفة عندنا كام محادثة، بين 6 على الوحدة الاولى يعني، على قد او 4 مش فاكرة بالظبط. ماشي تمام. نمبر 1، اشتغل بس اشغل القلم السخيف ده. هنقرأ. انا مش بكتب، انا مش عارفة اكتب على البي دي اف. احمد is asking عمر about his vacation. احمد بيسأل عمر عن الاجازه. وبليز بقى، مش كل، انا بقالي كتير قوي بحل محادثات لوحدي، فساعدوني. طيب، يعني محادثه بين احمد وعمر، فهنقراها فاضيه الاول. طيب، احمد بيقول له هاو ار يو عمر، ازيك يا عمر. فطبيعي لما حد يقول لي هاو ار يو، فانا هرد عليه اي ام فاين ثانك يو. ده احنا في اولى ابتدائي، مش عايزه اسمعها تاني، مش عايزه كلمه ثانك يو خالص خلاص. يا اما هنقول ام فاين بس، ام جريت، ام اوكي، I'm fine, thank you. دي بص تقيل على قلبي خلاص. يلا I'm great. تمام. بعد كده يعني ده صاحبك، ف I'm fine, thank you. دي صيغة مؤدبة قوي، نقولها للتيتشر، نقولها للمدير بتاعنا مثلا، لكن ده صاحبي فرد عليه على طول. اوكي طيب، بعد كده نمبر 2، فأحمد هيسأله سؤال، عمر هيقول له I helped my community this vacation. أنا بساعد المجتمع بتاعي هذه الأجازة. فهيقول له إيه بقى؟ يعني بالعربي كده هيقول له أنت بتعمل إيه في أجازتك؟ أو بتساعد. ماذا؟ لا، ماذا تفعل؟ What? هو ما يعرفش أصلا هو كان بيعمل إيه. You... ماذا تفعل في الأجازة What بتاعتك؟ What did إيه؟ وإيه ده اللي What did دي؟ أداة استفهام جديدة دي. What did you do? In your vacation. What did? طبعا what دي اداة الاستفهام. Did جبناها ايه ليه؟ الماضي. عشان ده فعل مساعد، عشان الزمن ماضي اصلا. What did، وادي الفعل I بتتحول ليو. What did you do؟ ماذا تفعل in your vacation، في اجازتك، ومش هقولها تاني. طيب بعد كده number 3، هي جملة بعد كده عمر بيقول له we cleaned our streets، احنا بننظف الشوارع. طيب يعني هي جملة، فازاي هي المفروض تكون اداة سؤال، عشان انت هو هيقول له مثلا انت بتساعد المجتمع، كيف تساعد المجتمع، فدي مش نقطة، دي علامة استفهام المفروض خلاص. طيب بيقول له احنا بننظف الشوارع، يلا هنقول له كيف تساعد مجتمعك. هاو، برافو. هاو الفعل المساعد، ديد عشان في كلين ده فعل ماضي، هاو ديد، وي بتطلع ليو، هاو ديد يو هيلب يور كوميونيتي، هاو ديد يو هيلب يور كوميونيتي. يبقى احنا هنخلي الجمله دي سؤال خلاص. نمبر 4، فأحمد برضو سأله سؤال، فعمر قال له بصوا بقى ركزوا، yes I helped my grandfather. لا مش كل حاجة، انت حد بقى يشارك. انا ساعدت بابا. طيب عندنا الإجابة بيس ونو يا مؤمنين، يبقى هنجاوب بأداة استفهام ولا فعل مساعد، عشان الإجابة فيها يس أو نو. طيب فعل مساعد هنجيبه منين؟ ما عندناش verb to be، ما عندناش verb to have، ما عندناش can، ما عندناش will. يبقى هناخد يا do يا did يا does. والفعل عندنا helped ده ماضي، يبقى هناخد did. Did you في اي هتحول did you help السؤال your father my، هنا بتطلع لي والتحويلات دي انا اديتها لكم قبل كده. يبقى did you help your grandfather؟ فقال له اه يا معلم انا ساعدته. بعد كده where did you help him؟ انت ساعدته فين؟ at home،
at home مثلا at community garden at my community في المجتمع او at او ممكن نقول مثلا في المزرعة اي حاجة يعني قول ساعدته في المزرعة اوكي at the community في المجتمع خلاص كده بس كده نشوف المحادثة الثانية مش هنقسمه دي حاجة دي صغننة مش كتير وسهلة ما سمعناش صوتك يعني في السهلة يلا نسمع صوتك غلط المحادثة الثانية أحمد and وليد talk about their favorite sports بيتكلموا عن الرياضات المفضلة بتاعتهم استغفر الله صوتي راح يلا أحمد هيسأله يبقى أحمد هو اللي بيسأل عم وليد هو اللي بيجاوب Do you like sports وليد؟ أنت بتحب الرياضة يا وليد؟ فطبيعي بما أنهم بيتكلموا عن الرياضة ف... يس إيه حبيبي؟ سوي بس لا أنا سمعت يس اي كان في الموضوع لا يس اي ديد والله طيب السؤال بدأ بدو أو ديد أو داز أي فعل مساعد السؤال بادي بيه فإحنا هنجاوب بيه يبقى هنا يس اي دو يس اي دو بس ولي كده Yes I do. بعد كده number two أحمد هيسأل سؤال بوتو فوليد هيجاوب عليه هيقول له tennis is my favorite sport وأنا قلت لكم السؤال ده في محادثة تانية هتحفظوه زي اسمكم وما هي الرياضة المفضلة بالنسبة لك What is لا هو اللي هيقول what is خلاص هو ابتدى صح what is your هو ابتدى وسكت وانا اللي هكمل favorite sport what is your favorite sport ده تحفظوه كده تقولوه 3 مرات في اليوم عشان يتحفظ بجد ولا ما تستهبلوش بتكرر كتير ايه رند خلاص what is your favorite sport ايه الرياضة المفضلة بتاعتك فوليد قال انا بحب التنس اهو طيب بعد كده احمد هيقول له who do you play tennis with انت بتلعب التنس دي مع مين with my friends مع اصحابي ويعني هتجيلكوا في الامتحان محادثه عبيطه جدا والعظيم اول ترم كده هيفتح نفسكوا على المحادثه بعد كده بقى ربنا يستر who do you play tennis with طب هو هنا اداه استفهام بمعنى من يعني ده شخص بتلعب مع مين with my friends with my brother with my dad اي حد اي شخص شو محددليش جراند بوفي نفس لا عادي طيب نمبر فور ففي سؤال فوليد قال له بصوا بقى on Fridays ايام الجمعة بتلعبها امتى اسمها ايه وين هي وين في عينك وين يبقى وين متى هو ديدلي ثواني ديدلي هو الفعل المساعد البطل بتاع المحادثه دو فانت تجيب ديدلي ما هو دو هو في كل اسئله دو وين دو فين الفعل بقى انا بقول له انت وين دو يو بلاي ات وين دو يو بلاي ات بتلعبها امتى طيب هنا بيقول له اخر سؤال بقى وير دو يو بلاي وير دو يو بلاي تنس أين؟ وير بمعنى أين؟ in the club أو in the street بلطجة كده بيلعب تنس في الشارع حسبي الله ونعم خلاص؟ بس كده دي تاني محادثة ماشي؟ تعالوا نشوف التالت نعمل لجاوة كمان بس يو بس بص والله فتحت الفيديو هنتخاني يو يلا المحادثة التالتة عن إيه المحادثة التالتة؟ عن معبد إدفو تعالي كده طيب تعالي فرح فتح فرح and جنى are talking about a temple بيتكلموا عن معبد طيب فرح did you visit the temple of إدفو هل انت زرتي معبد إدفو yes I did اوكي ده اللي انتوا فالحين فيه yes I did ماشي number one yes I did طيب تكوين السؤال بقى تعالولي فرح هتسألها سؤال فقالت لها البت جنى it's between Luxor and Aswan معنى كده هتقول لها هو فين المعبد ده أين يوجد سوين تعالوا على الإجابة
يا ترى الإجابة هتبدأ بأداة استفهام ولا فعل مساعد يا معلم اللي أنا بقوله بس؟ ها الإجابة ما فيهاش يس أو نو، يا ترى هنجاوب بفعل مساعد ولا أداة استفهام؟ ها أداة استفهام. مش هنفكر كتير، أنا بقالي أسبوع بشرح فيه أداة الاستفهام. طيب هي يقع بين كذا وكذا او هو بين كذا وكذا، نفس الشخص اللي انا شاورت عليه، اداة الاستفهام ايه بقى؟ اين هو؟ وير وير. يبقى وير ادي اداة الاستفهام. بعد اداة الاستفهام في تكوين السؤال ففعل مساعد. هل عندنا في الاجابة فعل مساعد عشان نطلعها؟ is كت... لا في عينك هو ايه ده اللي is؟ انا عايزه فعل مساعد بس، انا عايزه فعل مساعد بس. where is ده فعل مساعد is اهو اهو، فهنطلعه. وبعد كده فين بقى اللي انا هسال عليه؟ where is it، اين هو بمنتهى السلاسه وببساطه. لا انت قلت حاجه غلط، اسف، اسكت بقى الله يبارك. نمبر 3 فرح سالت سؤال هنا، جانا قالت لها It's about 2250 years old. ده سنه أو ده عمره. تقولها أنا بسأل أداة الاستفهام كم العمر اللي هي إيه؟ when how كم عمر؟ how إيه بقى؟ how often how many how many how عايزين. حد هيقول حاجة تانية؟ how many. أنا مش كاتبة لكم أداة الاستفهام، يعني أنتوا اللي عايزين تبصوا على قاعدة تكوين الزفت ولا أداة الاستفهام؟ أنا عاملة الورق لأمي مثلا. طيب كم عمر؟ how old هنا how old. خلاص أداة الاستفهام. فين بقى الفعل المساعد؟ is عندنا is، يبقى how old is it كم عمر. ماشي. بعد كده when did you visit it، امتى زرتيه؟ تقول لها ايه بقى؟ اي حاجة في الماضي مثلا. last year يسترداي زارته امبارح على طول كده. لا last year مش او last month، اي حاجة ماضي. طيب اخر حاجة what do you think of it، يعني بالنسبة لك ايه رأيك فيه؟ it's great it's interesting it's nice اي حاجة. خلاص كده it's great. لا هنعمل اخر محادثة، يعني بجد فصلت مش قادرة اركز خالص، من الصبح عمالة اهري. طيب سلوى is talking to a tourist، استاذة سلوى بتتحدث مع السائح. اوكي طيب سلوى هتقول له welcome to Egypt، اهلا بك في مصر. هيقول لها thank you شكرا لك. في سؤال بقى وسلوى تسأل السائح سؤال، فقال لها I come from England، أنا جاي من England. أنت جاي منين؟ والله طب كونوا السؤال بقى. ممكن نقول على طول Where are you from؟ أنت لا مش عايزة ده، مش عايزة ده، أنا عايزة السؤال هنكونه بطريقة تقليدية على حسب الإجابة اللي عندك. هنكون إيه بقى؟ Where you طب فين فعل مساعد؟ يا حرام عليك ضد في عينك انت وهو، عشان عندي فعل مصدر كم انا شغاله من بصوا انا مش قادره، فاخرسوا واسمعوا عشان بجد ما فيش فايده فيكم. انا بقالي قد ايه بشرح في المحادثه وانتوا برضو مش عايزين تحفظوا قاعده تكوين السؤال. طب اديك قلت اسبوعي where دي اول حاجه اداه الاستفهام where، فعل مساعد اقسم بالله بعد اداة الاستفهام بتيجي مساعد، وحياة عيالي بعد اداة الاستفهام بيجي فعل مساعد، احلف لكم ايه تاني؟ ورحمة امي فعل مساعد بعد اداة الاستفهام، هتحفظوها امتى دي؟ يبقى where فين فعل مساعد بقى؟ عندي الفعل مصدر come، يبقى where do وبعدين الفاعل عندنا I فهيطلع you، where do you come from، where do you come from، انت جاي من اني ده؟ فقال لها انا جاي من انجلترا. طيب سلوى نمبر 3 بقى هتسأله سؤال تاني، هيقول لها no لا this is my second visit to Egypt، دي تاني مرة زور فيها، يبقى اكيد هي بتقول له هي دي اول مرة تزور فيها. ثواني بقى ممكن تسكت عشان انت بتقول غلط،
طيب ورحمة أمي تاني، أي إجابة فيها يس أو نو لازم نسأل بأداة استفهام. وحياة عيالي تاني، أي إجابة فيها يس أو نو لازم نسأل بفعل مساعد. سوري أنتوا لخبطوني، بفعل مساعد. الإجابة فيها يس أو نو هتسأل بفعل مساعد. طيب أنا عندي الفعل المساعد فين؟ عندك في الإجابة. ما تبص على الإجابة بدل ما أنت متنح لي طول الدرس، بص على الإجابة أهو. إز احنا هنشقلب، بدل this is هتبقى is this. Is this your first visit to Egypt؟ ماي هتتحول ليور. Your first visit to Egypt دي اول زيارة ليك. انتوا معصبين. بعد كده بس يوم. What do you think of Egypt؟ فبتسأل ايه رأيك في ايجيبت بقى يا معلم؟ فطبيعها يعني I am great. It's great. مين اللي قال I am great؟ رأيه قال بجد والله. انا لو مش تعبانة هنفخكم. انا صوتي راح. It's beautiful. ايه اسكت بقى. فين الفعل؟ هنقول it is في فعل. verb to be فعل. It is great. It is interesting. It is nice. I love Egypt very much. أي حاجة. Beautiful. ماشي. بقى خلاص فهو شكر فيها، ففي الآخر البنت ممتنة جدا بتقول له لا لسه فاضل حاجة. لسه فاضل حاجة. أنا إيه اللي شغلني الشغلانة دي؟ لسه فاضل هنا. فهتقول له thanks. هتشكره بقى. ما هو فضل إيه يمجد بقى في مصر. فهتقول له thanks. You are very kind. شكرا أنت لطيف جدا. خلاص. فلما حد يقول لك ثانكس هتقول له ويلكم. العفو يا حبيبتي. خلاص تيجوا نحل تاني؟ لا ليه، استنوا بس فاضل واحده. دي لا متعاده. ماشي اه دي متعاده، اكتبوا عليها بقى هوم ورك. يلا دي هوم ورك. لا انا هي دي انا دي كده هوم ورك المحادثه دي بتاعت سبورتس تاني. اه خلاص ما انا مش قد، انا شغاله من الساعه 12 مش قد. واحنا كمان بس مش ساعة. طيب وهنا احنا هنزل بعض يعني. طب واللي تحت دي كمان، تحت دي برضو على المتحف فرح. متحف دي كمان هوم وورك. واشوفها الملازم دي هتيجي معاكم الحصه الجايه.